بنتي اللذينه ماشي انهار، لازم دايما تتسهوك له وتطلع هي ام قلب كبير. خش يا اللي بتخبط. يا سميحه مالك يا اختي؟ زينب بتقول انك على اخرك. يا بنت اللذينه، هي الولايه الناقصه دي ما بتبطلش نبر ونقل كلام؟ وديري وما اعبد ورحمه امي لكل مولعه فيها بجد وسخ. طب اهدي اهدي بس كده وفهميني مالك. مالي ايه؟ مالي ايه؟ مالك انت؟ فيكي ايه انت؟ شايفاني مالي مالي؟ شايفاني بقطع في هدومي؟ بشد في شعري؟ ايه بقى سلعه المجنونه؟ ستر يا رب. اعوذ بالله مش طنان رجيم، اعوذ بالله مش طنان رجيم. لا ده انت مش على بعضك خالص، مش طاهره نباتك. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ابعدي عني انا. هوبا ابعدي عني دلوقتي يا هدى، اطلعي بره يا هدى. حاضر يا اختي. مالكو؟ صوتكو جاي باخر الطرقه ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، اهلا بالصدر الحنين بالمشاعر الجياشه، واهلا اهلا اهلا باعز الحبايب. اهلا. ايه يا بنتي يا مصرومه مش كده؟ اوعى البنت عكسك يا حاج، تناحيك وسهواك فارغه ودالة. عجبك قوي يا اختي شكله. اه يا مصرومه عاجبني، وبدل ما انت يا اختي مركزه معايا روحي ركزي مع اللي صرماكي. اه ما تفكرنيش. اه بنتي الكلاس تغزني انا، تغبز لنا وتقول له خد بالك من نفسك يا حاج، اوعى تتاخر عليا، وهو يقول لها خش يا حبيبتي لو تستاهل. ايه الهندي اللي هم عاملينه ده؟ اخ منك يا حاج، الراجل خلاص خلاص مخه مخه ضرب، عقله خاف. البنت شوف البنت لابسها ايه؟ تمشي تلبسه؟ حرام عليه، ده خلاص مخه ساح. انا يا اختي ما شفتش الفيلم الهندي ده، انا مش فاهمه حاجه. يا اختي مش وقتك خالص. انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش مطمنه لفكرتك السوداء. بس انا بقى مطمنه وواثقه فيها. ايوه يا اختي، بس كده الحاج هيطين عيشتنا. انا عايزه افهم ازاي مصرومه منها وازاي عايزاها تحبل. نركز بقى مع بعض كده شويه. دلوقتي انت البنت دي زي ما انت قلتي بالظبط مش سهله، وبتلعب معانا من الاخر كده لعبه موت. اميه اميه خلاص بقى نركز كده، هو كده لابت فيها البنت لعبه في دماغه، هتركنا خلاص عرفها وتقعد هي وتربع، يعني هي من الاخر كده مش باين لها طلاق. ايوه يا سميحه، بس ده مش معناه يا اختي اننا نديها الفرصه وتبقى واحده زينا. وبعدين انت عارفه الحاج كويس، لو ما طلقش دي هيفكر في واحده تانية يا اختي وتعجبه ويقرر انه يتجوزها، وساعتها يا اختي هيضحي بواحده فينا. يا اختي توكسي، ده انا اللي بديهم حبوب منع الحمل، قولي لي هعمل ايه لما يعرف ان انا اللي ما اديتهاش الحبايه؟ قولي لي هعمل ايه؟ اسكت عليا. انهار اتقال يا انهار، انت ست واعيه وعارفه كويس ان مفيش دواء لمنع الحمل ممكن يشتغل 100 100، دي حاجه يا حبيبتي كلها بتاعت ربنا، والحاج راجل بتاع ربنا وعارف كده كويس. ايوه صح، وهو ما بيطلقش يا اختي حد خلف منه مش كده ولا ايه؟ كده يا اختي، بس انا خايفه لا يعرف وساعتها هيطين عيشتنا. مش مهم، بس المهم انه خلاص هيبقى اتجوز اربعه، يمكن يتهد ويهدى شويه. وبنت لازم اطلع عينيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هنا مالك بتسمري كده ليه؟ لا مفيش يا حاج مفيش. القميص عامل شغل ها؟ قوي بجد مختلف. لا بجد مختلف. مختلف؟ ندمانة؟ على ايه يا حاج؟ عشان استعجلتي في الجواز يعني؟ لا يعني يا انا بهزر معاكي، انا بحب اهزر معاكي، بحب اشوف خدودك اما تحمر من الكسوف كده. كلمي مش حد خليه يجي لي. امرك يا حاج. في حد سأل عليا؟ استاذ صفوت مستنيك من بدري. صفوت مين؟ صفوت يونس؟ اه ماشي. ايه؟ انت اول مره تشوفه قميص؟ لا 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 لا، انبهار انبهار. اولا الحمد لله على السلامه، ثانيا يلا بينا مفيش وقت، لازم تيجي معايا النهارده وتبص بصه اخيره على المدرسه عشان نمضي العقود بقى ونبدا الشغل. يا اخي واحدة واحدة عليا، أنت مستعجل كده ليه؟ سيبني آخد نفسي. أنت مش عايز شغل بما يرضي الله؟ طبعًا أحب الشغل. إنما أصل المول اللي افتتاحه قرب، وأنا المول واخد وقتي أوي. وأنا يا سيدي مش هشغلك بأي حاجة بعد كده، بس نخلص من شوية الترتيبات الأولانية دي. ولا أنت مضايقك حماسي ولا إيه؟ لا بالعكس، بس أنت عارف إن في فرق بين الحماس والاستعجال. لا ما تقلقش، أنا عارف الفرق ده كويس جدًا. بس انا عايز اشتغل. وانا كمان عايز اشتغل على البركه. يعني ايه؟ هتيجي معايا النهارده؟ هاجي معاك النهارده. ياه طالما الشغل بما يرضي الله
نشتغل نشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا لا ده ايه ده؟ معقول هي تسوق ايه؟ واحدة ست تعمل فيكم ايه؟ تقولش ست، دي أربع رجالة في بعض، دي مرمطت بينا الأرض، دي ساعة بتلقط شعبان من رجله زي الصرصار، وهاتك بالشبشب لغاية ما فعصته. يعني ست مفترية. مفترية دي أول درجات الرحمة بالنسبة لها. الحمد لله لحقنا البنت اللي أنت بعتها معانا، طلعناها من تحتها زي ورقة البفر. يعني العملية هيك فشلت. الست دي تفشل أي حاجة يا باشا، دي فشلت جوزها نفسه. أنت فاكر شو حالها كان إيه؟ كان طويل، شعره ناعم، وعينيه خضرا. بس انتوا شو خليكم تروحوا على بيته؟ ما قلتلكم تاخدوه برا؟ مرضيش، ولما عرفت ان مراته برا البيت قلت فرصة. كنتش عارف بقى انها هتطب علينا بنت المفترية دي. يعني حكاية بيروت هلأ فشلت. لا هنجرب تاني وتالت، بس انت يعني بعت لنا حتة احلى من الحتة اللي فاتت. خليها بعد اسبوع عشان ما يخاف، يعني بعد ما يفتحوا المول. هو كان صحيح طيب وغلبان وعايز يعمل اي حاجة عشان يرضين، بس هو ما كانتش حيلته حاجة. في ناس كده حظها بيبقى قليل، حتى بيبقى عمرهم قصير وبيروحوا في طيس. وما اتجوزتيش تاني ليه يا خايبة؟ يا بنت يا بنت انتي لسه صغيرة وحلوة، وألف مين يتمناك. سوء الحلاوة جبر خلاص يا قبل. الواحدة مننا عشان تتجوز لازم لها شوية قرشينات كده عشان تساعد بيها، يا اللي بقى تروح تتجوز لها واحد قد عمرها ثلاث مرات عشان يصرف عليها. يا بنت اللي انتي بتقوليه ده، مالك محسساني كده ان عندك 100 سنه؟ يا بنت انتي لسه صغيره على الكلام ده. صغيره ولا كبيره خلاص ما بقتش فرق. معلش يا قبله دوشتك في حكاياتي ومشاكلي، اما اخش اعمل الرز. حول الله يا رب. على فكرة عمور احنا محتاجين نعمل بروفيت يونيفورم. عارف المشكلة مش عارف اعمله فين. على فكرة انا اعرف واحدة ست بتفصل كويس جدا، ممكن نخليها توري لنا كذا شكل واحنا نختار منهم اللي احنا عايزينه. طب والله الفكرة حلوة، ما تاخدي لنا ميعاد معاها. ايه ده هو ايه اللي بيحصل في الجامعة ده؟ لا مش عارف، الصغير كده بيعملوا مشروع ولا ايه؟ المشروع ده يركبوه هناك في اسكندرية بنص جنيه. عايز ايه خفيف؟ ايه ده ايه ده؟ انت سامع حد بيتكلم هادي علاء؟ ده شكله دبور وعمال يزن. يا عم انجز وقول عايز يخلص. وانت مالك يا ابني؟ نوقف ملك الحكومه. على فكره الكافيتيريا دي بتاعت عم، وهو اشتريها وهيشغلها، يعني انت دلوقتي واقف عنده. انت خلاص بقيت المحامي بتاعه؟ الله الله الله، ما تلم نفسك يا ابني انت وهو، ما حدش مال عينكم هنا ولا ايه؟ يعني خلاص يا عم دول مجانين، يعني ملوش لزوم الكلام ده بقى. بس اتفضل يلا يا حازم مننا دلوقتي حالا بدل ما اشتكيك للعميد كده. اه ماشي يا دينا، عشان خاطرك انت بس انا هسيبهم. سلام يا ولا بلاش السلام. عمرو خلاص حقك عليا انا، انت عارف اللي فيه. مش عارف يا ورس، مش عارف لما تشوف مهندسين الصيانة هيقولوا مين، وبعدها قرر نقول ولا ما نقولوش. انا عرفت انه راح الشركة وممكن يشم خبر يا حاج. ربنا يستر. خير يا باشمهندس؟ والله يا حاج ميه النار كانت التروس كلها وسيستم المكن كله وقع، ولازم بتوع بلادها هم اللي عالجوها يا حاج. بتوع بلادها؟ ودول هنجيبك منين دلوقتي؟ السيستم واقع يا حاج، والكمبيوتر بيهنج ومش قاري اي حاجه. يعني ايه مش قاري اي حاجه؟ اخرب بيوت مستعجل يا جدعان، ده احنا ماضيين عقود بملايين، اعملوا معروف اتصرفوا. نتصرف ازاي بس يا حاج؟ والله لو في ايدينا اي حاجه كنا عملناها. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ دي تبقى كارثة. إن شاء الله ما تحضروا افتتاح المول هتشوفوا الشغل اللي على أصوله، شغل يعني. وهتعرفوا ساعتها بقى أنا كنت بفكر فيه. أيوة يا حاج، بس الشغل في لبنان محتاج تركيز قوي. ما اللي موجود يا حنفي، شو راح أسوي؟ أنا راح أكون عيون الحاج هنيك. أيوة بس اللي نعرفه يعني إن نسبة المحجبات في لبنان مش كبيرة قوي يعني. بالعكس، هي كانت قليلة من كم سنة، بس أنا بعتقد إنها بتزيد وعم بتزيد. شغل الصياد ممكن يكون مغري لحل أزمة الشياكة في الحجيج. هو ده اللي أنا بدور عليه، هو ده اللي أنا بدور عليه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
مش عايزهم يحسوا ان الطرحه الواحده متبهدله. لا ولا الواحده شعرها وحش ولا بتخبي جمالها. لا لا لا، عايزهم يحسوا ان الطرحه هي بالطرحه هتبقى اشيك واجمل. يا سلام عليك يا حاج، هي دي فكره الاعلان اللي راح نعمله. وعايزك تركز لي على فكره الجمال الرباني. جمال الرباني واللبس الشيك والغالي كده يستقبلوا الطرحه بشكل جديد. ايوه، يبقى المفروض بقى يا حاج قبل ما نبدا ندرس السوق هناك كويس ونعرف حركه البيع والشراء. احنا هنبعت لهم بضاعه غاليه قوي ما ينفعش تتركن هناك. كلام موزون جدا، كلام موزون جدا طبعا، خصوصا ان دي هتبقى موديلات السنه، يعني لو فضلت وما اتباعتش هتقدر وهتفقد قيمتها، واللبنانيين بيحبوا الموضه. بالظبط. اطمن اطمن اطمن، انا جاهز لكل شيء. خلاص يا حاج، ابقى انا اشوف واتابع وراجع مع الاستاذ زكي. على البركه، واما توصلوا للميعاد المظبوط يبقوا ادوني خبر. ماشي. ويا ريت يا استاذ مروان تشرفنا في الافتتاح بتاع النهارده. اقعد بص برضه تشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. تكرم يا حاج، تكرم. فايف ستارز، احجز له يا زكي. كمان فايف. ماشي. بس في شيء مهم لازم راح نعمله. مهم ازاي بقى؟ نخصص جزء من الدعايه لفكره السبونسر شيب. جميل. اللي هو ازاي يعني؟ عقد، عقد رعايه للندوات النسائيه. زي الاعلانات اللي بتظهر في فنانات اللعيبه. بالظبط. ايوه ايوه ايوه. ودي تكلف كام؟ شي 10 مليون. يا نهار اسود، ده كتير قوي. مش مهم جيه. مش مهم، المهم هيجيبوا قصادهم كام. كتير يا حاج، خصوصا اللي بيحضر الندوات والمؤتمرات هاي نسوين من كل الدول. طب نحط اسم الصياد على فنلات النادي الاهلي. ايه فكره حلوه. مش وقته يا حاج، دي هتحتاج رقم اكبر بكتير. انت قلت لي بيحضرها ستات كتير. نسوين أشكال وألوان الحاج. يبقى البركة. ده واحد مؤذي وعايز يقرطك معاه في أي مشاكل وخلاص، ما تبقاش أنت طيب وتديه الفرصة دي يعني. يا حبيبتي أنا عايز أعرف الواد ده بيكرهني ليه؟ يعني أنت مش عارف ولا أنا ما استاهلش؟ يعني إيه مش فاهم؟ أنت وعدتيه بحاجة؟ إيه يا عمري ده؟ لأ طبعًا. خلاص يعني ما خدتكيش منه، أمال ليه بقى حاططني في دماغه؟ علشان هو متدلع، وعلشان هو متعود إن أي حاجة بيعوزها بيلاقيها، وعلشان هو مش قادر يتخيل فكرة إن أنا فضلتك أنت عليه. أنا مش فاهم الكلام ده، أنا عايز أركز في الشغلانة، عايز أنجح. على فكرة متأكدة إنك هتنجح. والله ثقتك ده اللي مخوفاني. تقدها على فكرة. لو أنت جنبي. عملنا كل المحاولات الممكنة قبل ما أقول لك، كان نفسي قوي قوي يا ابني احلها قبل ما تعرف، لكن لما فشلنا كانش قدامي حل تاني غير ان اقول لك. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ومهندسين الصيانه قالوا ايه؟ قالوا السيستم اتضرب وغالبا يعني مش نافعه تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. مرسي. نعم يا حاج. العمال والموظفين يروحوا، يوميتهم ماشيه زي ما هي. يلا لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحت امرك يا حاج. يلا يا جماعه روحوا، انتوا النهارده اجازه. يلا بعد اذنك يا حاج. اتفضل يا مرسي. لا يا حاج، لا يا حاج، نفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. ربنا يجازي اللي كان السبب يا ابني، ربنا يجازي اللي كان السبب. ان لله. واضح يا حاج ان في حد من اخوانا ورانا، في ناس عايزه تخرب بيتنا باي طريقه، عشان كده احنا لازم نفتح عينا كويس قوي الفترة الجاية دي. داخلين على أيام ما يعلم بها إلا ربنا. ربنا يا ابني ينصرك على مين يعنيك. آمين. أنت عارف معنى إن احنا غير المكان ده يا حاج؟ عارف يا فواز، عارف. حسبناها وطلعت فلوس كتير قوي. هتجارتها على الفلوس. جارتها على الفلوس. غير الطلبيات اللي هتتأخر على الناس، يعني شروط جزائية هندفعها. أيوة، هي هتأثر علينا جامد، غير الضرر هيبقى مكشوف في السوق. العمل العاملة دي فاهم الكلام ده كويس أوي. بس لو عرفوا
وعز الجلال الله كنت راكب له سوسته في رقبته. مش ده الحل يا حاج، مش ده الحل. الحل ان احنا نلاقي حل وصرفه بسرعه قبل ما سمعتها تتضرب. لما اتاخر الشغل الناس هتقلق وسمعتها تتضرب. انت بتفكر في ايه يا فواز يا ابني؟ انا عايزك يا حاج من غير تكليف يعني ولا مؤاخذه تشوف المهندسين بتوعنا يكتبوا تقارير عن المكنة. على ورقه المكنه المشكله السبب في تقرير بسيطه. حاضر. دي بسيطه، خليهم يكتبوا تقرير. وانا هبعت اجيب مهندسين تانيين يكتبوا برضو تقارير. الله. طب وبعد التقارير دي كلها ناوي تعمل ايه؟ انا هبعت التقارير دي كلها يا حاج على المصنع اللي عمل المكن في بلاد بره. اكيد هيبقى عندهم الحل. ان شاء الله هبعت اجيب مهندسين من عندهم على حسابي. ايوه فواز يا ابني، ده دول هياخدوا فلوس كتير قوي. ياخدوا زي ما ياخدوا يا حاج، حتى لو التكلفه قد المكن الجديد انا كسبان. انا كسبان يا حاج في الوقت. الوقت اللي بيحافظ على سمعتنا يا حاج، وده اللي هم بيحاولوا يضربوه. هم عايزين يضربوا سمعتنا. ولا يهمك يا ابني، تعيش وتاخد غيرها. طيب انا هقوم بقى اوصل لسايبك، شكلهم جايين ناويين على بيات، الحق اروحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا روح دلال انا في الحمام، اديني بس خمس دقايق وخارجه لك على طول. 10 يا روحي، براحتك خالص. يا نهار، كوبايه العصير بقى واللي بالي بالك. يلا اوعي تغلطي يا نهار. ماشي. سلام يا حبيبتي. برضه هتعملوا اللي هو عايزه؟ عندك حلتين؟ اديها له هو يا ستي. وبعدين يعني ايه حبكت دلوقتي؟ احنا في عز الظهر، ما يستنى بالليل ولا خلاص مش قادر. ما تستني يا نهار بدل ما الجنونه تطلع. ما تبعدي عني بدل ما اطلع الجنونه على طول عليكي. استغفر الله العظيم يا رب. في ايه؟ أنا مش عارفة هي بتعمل كده ليه؟ هتستفيد إيه من اللي بتعمله ده؟ وأنا مش عارفة يا أختي أنت إيه اللي مضايقك المرة دي؟ لا هي أول مرة ولا هتكون آخر مرة. يا ستي حرام عليكي، ما إحنا كده بنسهل له اللي هو عايزه، الراجل في الآخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا أختي، إحنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي، لأ، خلينا محددين، أنا عمره ما طلب مني حاجة زي كده ولا يقدر يطلبها لأنه عارف إني مش هعملها له. هانم كتمة الأسرار، القديسة عايشة في دور القديسة، هو بيطلب منها هي بس وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميح، كلنا يا أختي بنسعى الرضا الحق وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره. يعني أنهار مش لوحدها؟ لا لا يا حبيبتي، أنهار بالذات عايزة تبقى أقرب واحدة للحاج دايما، حتى لو عملت أي حاجة مش في مصلحة أي حد فينا. أنا عارفة الكلام ده من ساعة ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمة أمي ما هتسكت لها. أنهار يا أختي ما بتعملش حاجة أكتر من اللي إحنا بنعمله. وبعدين يا أختي لو الحاج طلب منك إن أنت اللي تديها الحباية كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرايه يا ست أنت، أنت معايا ولا معاه؟ إحنا التلاتة في الهوا سوا يا سميح. البرفان اللي انت جايب لي منه وافوق كده من الهدر اللي خدته امبارح. ده كلام تفوق انت والدواخين انا.
أنا دايخ. سلامتك يا عينيا، ألف سلامة. سلامتك. أنا دايخ أوي. يا لهوي. خدي بوقي من العصير ده. لا، عايز آكل الأول. ده ساقع وكله فيتامينات قبل الأكل. أحبوش. خرابي. ثواني يا حبيبتي واجيبلك أحلى أكل قدامك على السرير، بس عشان خاطري خدي بق من العصير ده. أحبوش. أحبيه بقى. أحبوش. أحبيه. أحبوش. عشان فواز. عشان فواز. أحبيه. 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 وده موديلي بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبية. مناطق شعبية إيه يا شحاتة؟ اقول لك بيروت. بيروت تقول لي مناطق شعبيه. ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر، فهمت طلبك. حاضر. ترد عليا يا شحاته، هو المخزن ده مش مدير؟ كل يا حبيبي انت خضتني، بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش، شوف له موديل 42 و43. يا ادي شعبان اللي ما فيش غيره في ام المخزن. روح يا شعبان تعال. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهو يا باشا، شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر فهمتك. حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاتة، اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده، وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عينيا. سوقي. همتك معانا يا اخ شحاتة. شحاتة شحاتة. شحاتة. مليح، اتفضلوا. السلام عليكم. سلام. شحاتة. شحاتة. نعم يا ست، سوقي في ايه؟ بقول لك يا شحتوت. ها؟ مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بيروت دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟ انت مالك يا تسومي؟ خليك في شغلك، ده التاريخ مقاوي. الله، مالك انت حماك كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنوا، الشغل تمام التمام. هنسلكوا بقى عشان الناس مستنياني بره. على السلامة يا عم شحاتة. بقول لك يا ديسكو، انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. صاحبك هيدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ايه؟ تصدق صح؟ بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان، حط الحاجات دي. روح يا شعبان روح. طب اسمع لاني غبي يا ابن الزكية. نهارك اسد ومنيل يا سي شاهين. بتقول لي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمة. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغ الانفسهم ضعيفة وعقولهم صغيرة، وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمة، رايحة فين؟ رايحة في 60 دقيقة. استني بس، ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط. انا كان غرضي، غرضك كان باين من يومها، لكن انا اللي ما كنتش فاهمة. قالوا انا اللي كنت فاكراك هتشيلني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السما. جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا، بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك. انا ماشيه يا سي شاهين وسايبالك البيت. اقعد انت بقى في حضن شطانك، خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمة، للدرجة دي مش طايقة ايدي عليكي؟ سيبني اروح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده هتقوله لنفسك مش تقولهولي انا. انا قلتلك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف ليتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمة وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا. لكن بعد ما طلبت مني ونزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف ليكون اللي في بطني ده مش هم. بس كفاية كفاية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجة اتقالت، يلا
لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام أنسى؟ أيوة، اللي يتقال ساعة شيطان لازم يتنسي. أنا هروح أتوضى وانزل الجامعة أصلي، يمكن ربنا سامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه انت لسه شفتي حاجه؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبسهولي ده يا دنان؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حته. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي. عيون حبيبي. رجلي دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشيلني لحد السفره هناك؟ اشيلك؟ اه يا بيب تشيلني ولا انت مش عايز تشيلني؟ هي دي اول مره يعني ولا دي اول مره؟ شيل يا حاج شيل، شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، إنما بلاش التسيح ده، ناخد عين. أه صح، بسم النبي حارسنا وسيدنا. طب إيه؟ الحاج هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ أقدر إن شاء الله، نقدر بعون الله. ها البركة. هوبا على السفرة؟ أه شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصاله قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. ونهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها اتدشدش 100 حته على الارض. اخص عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا. انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي؟ مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مت. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يلا انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميحه، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخة تتقطع رقبتها في التحرير، القادرة بنت البواب المعفن اللي عاملة نفسها بنت بارين ديلو وعمالة تتمايز وتتدلع عشان تغيظني وديني لقطع لسانها من اللي غليه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شوية وإن شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيدة. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عمالة بتقوله إيه ولا بتسخنه علينا إزاي. بس أنا بقول لك أهو، لو ضايقتني مش هسكت لها. أرقش رقبتها. بالراحة بالراحة يا اختي، تعالي تعالي. ماشي. معلش عشان خاطري، عشان خاطري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. احنا باكل يا حبيبتي، باكل. كلي انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش احبوش. يعني ما بتاكلش يا حاج؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه جد. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرز ده على بقك دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية؟ اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزه، مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمه كده باذن الله. الملوخيه يا زينب. عادي يا ستي الملوخيه. ها
حلو معاك. ايدك معايا يا سميحة. هاتي يا حبيبتي هاتي. ثلاث. مين؟ حق منعم؟ أنا أسفة والله يا حق، رحت علي نومة، أنا أسفة جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجة، كل ده أصلا هنا من الساعة 7 الصبح. وإيه اللي معادك لغاية الساعة 6؟ أنت مش بقالك 5؟ الأستاذ صفوت جوه ومعاه مرسي وشحاتة والأستاذ زكي، بقالهم يجي 3 ساعات. ما أنا عارف، ما أنا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حق، هي حكاية المدرسة دي هتيجي على دماغي ولا إيه؟ أنا هنا من الساعة 8. طب وقاعدة ليه؟ ما تروحي أنت. الحاجة موصيني قبل ما أمشي لازم أقفل مكتبه. طب خلاص أنا هخش ألملك الليلة دي عشان تروحي أنت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي أنت نومك لغاية ما أخش أوزعها. ميسي. إيه ده؟ أنت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس صحصح يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضه فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي ان شاء الله. الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج، اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه ايه حكايتكم يا اولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا نعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصل حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس الثانيه ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، اهو ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل الا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها، وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس. طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وردهوله في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني أنتم متأكدين إنه لبناني؟ طبعًا متأكدين. بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العملية اللي أنا عم بستناها. بدنا نعرف نوع البضاعة والكمية وهتتصدر لمين وامتى هتوصل. هيدي العملية اللي أنا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، أنت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الأول نفهم إيه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الأول وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا هنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة وبنشتري سمك في مية، احنا هناخد حقنا أول بأول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بينا يبقى على مية بيضة. قول لي شو طلباتكم يا آدمي؟ صحيح العبارة كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الآخر ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما هتدفع المرة دي على قد ما يكون التظبيط المرة الجاية علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكره هيكون في عندكم مبلغ محترم جدا
والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده. تشاولينا على السكه نجري فيها جري. ما في غير شحاده. شحاده هو اللي كان معهم، وشحاده اللي عنده كل التفاصيل. احنا سالناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي، ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحاده ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا. يعني ايه؟ يعني لو اتظبطني قعده حلوه حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. هترمي نفسك في نار جوازة زي دي؟ مهما دقت منها حلاوة لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين. نشيل عين واحنا مش ناقصين. دول نسوانك دول تتدبف عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح. علاوتك يا حبيبي. يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكني. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. هقول لك اني هبلغ ونبي ما هتعرف. فواز استغفر الله العظيم يطلع منه التصرفات دي. سامعين يا أم؟ سامعين. لا السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه.
لا الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي، انت قلتي حاجه لسه، ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي شفتي ايه؟ الهنم الجديده هتطير برج من عقل الحاج، شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك راح يا ستي لفاها على ايده وشايلها كده اهو ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما تلمتيش. خص عليك يا حاج خص عليك. تاني تاني ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري يامه، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشه وصغيره كده وموظوظه والرجاله بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي على النوع ده، بيريلوا على النوع ده، ولو اي واحده فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شويه خليني اعرف افكر. الله عليك يا بنتي بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي خلاص خلاص يا اختي خلاص، استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخه ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل؟ هي فكره بقالها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي، وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. لا 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 يلا ماتت ولا لسه، خلينا نخلص من واحدة. طيب 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 يا اللي بتخبط طيب طيب. ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليله بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دسوقي صباح الجمال والشقاوة. وشعبان هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجوده يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. هي ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوبايه بقى كبيره؟ يا امي شحاتة رايح لي مات. الله يخرب بيتك يا سليم يا اشقر. يا علي يا علي ايه النور ده؟ انت نايمة من امتى حياة؟ مش فاكرة. ده ايه اللي اخرك كده؟ ابدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانة يا علي تعبانة، جسمي مكسر. تعبانة؟ تعبانة من ايه؟ وانت بتعملي حاجة؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقولك ايه يا حياة؟ ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي يا علي، جسمي مكسر عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجة خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي. اشرب اشرب وانبسط. مش شايف وشادي وبهدي.
هذا المطلوب. اثبت بقى على كده. على شعبان الواد شحاته استوى على الاخر. يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه. جوه جوه ايه؟ الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه؟ خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمه. مهمه ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمه. تعالى يا وادي يا شعبان. انت سعد عمي معاه معاه. ايه يا شير؟ تزوقي تزوقي. هم رايحين فين؟ هم رايحين اما اقول لك كل حاجه بس بيجي عليك الدور. الله. يا ريت تقول لي عشان انا ما اعرفش. انا طالب منك طلبين. امرني. والطلبين من غير سلطات. الطلب الاول ايه؟ تقول لي هم رايحين فين؟ سهله. والطلب الثاني ايوه تقول لي هم يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش. ايه اللي بتقوله؟ انت مش متجوز ولا يا شحات؟ انا متجوز بس على خفيف يعني. حلوه حلوه قوي مضروب والله. توعيات ابوك يا رب ابوك يحج. تقول لي هم يعملوا ايه؟ عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا. علشان ايه؟ علشان المهمه. وانا تحت امر المهمه. بيا بيا. زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيره لبنان اللي انت نفسك تسافريها، والمهم ما يخرجش من هنا الا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه امتى. وسيب الباقي علينا احنا بقى. دي حاجة سهلة قوي قوي. تمام. تيجي نسخن شوية لحد ما هو يستوي. اهدي اهدي. نسخن ايه؟ انت غبية هتبوظي المهمة. يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمة كان بيعمل كل حاجة وبعدين انا سخنت. ايه؟ اكبر يعني؟ بقصر الشر. مش طالبة كلمة من دي ولا لاوي تبوز من دي. انا لسه هشوف بلاوي. اما في ناس جبانات بشكل وانا مش عارف فيها. فواز انت قبلي مش قلت لي خلاص هم عرفوا وانت مش همك حاجه؟ قلقان من ايه وخايف من ايه كده؟ مش خوف يا حاج ولا قلق، ده الحرص منه. طب يا عم الحريص خش شوف لك حاجه تنام فيها على ما اعمل لك انا لقم. لا 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 لقمه ايه؟ انا اتعشيت خلاص. لو عايز تقوم كمل نوم انت. نوم ايه يا واد؟ نوم ايه؟ انا اصلا مش جاي نوم. ده انت جيت لي نجده. ايه في حاجه ولا ايه؟ تعيان اجيب لك دكتور؟ يا عم ارحمني من السيره دي. دكتور ايه؟ ما انا زي الجن قدامك اهو. الدكتور انا بس اصلي بفكر شويه ودماغي مشغوله حبتين. دماغك مشغوله بايه؟ فواز. ايوه فواز. ايوه يا حاج اجيب لك دكتور يا حاج. يا ابني ارحمني من السيره دي. قلت لك. الله. في ده فال مش كويس حتى. فال الكلام الجديد ده. انا فوز الزهر هحصلك في جمعتك حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه. اقرصك بقى في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. يا ابني ما انت رايح تتجوز بكره. اه صحيح. تاني تاني بعدين يعني. تاني ولا تاسع وعاشر؟ ارحمني بقى. سيبك انت يا حبيبي، تعالى لي في حضن ابنك حبيبك. تعالى. ياه لو كنت قلت لي وانا جاي. ايه كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت عملت حسابك يا حاج. لا 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 لا. ايش ايش ايش؟ ايه الكلام الكبير ده يا عم شحاته؟ ده احنا اتطورنا قوي. عليا النعمه اللي كنت شفتك بالبدله دي قبل ما اتجوز كان ممكن افكر. في ولا في البدله؟ مش فارقه، الاتنين شكلهم جديد. الله الله الله، ده ايه الخفه اللي ربنا اداها لك فجاه دي؟ وانت ايه الشياكه اللي ربنا انعم عليك بها دي من غير مناسبه؟ المناسبه؟ المناسبه كده، بس مش هقول لك. اخص عليك يا شحاته، هو احنا مش متفقين اللي يعرف حاجه يقولها للتاني؟ ماليش مزاج، هسيبك تفضلي على كده. اخص عليك بقى الرخامه بقى هي المناسبه. والنعمة انت اللي رخمه قوي، بس هقول لك. ريك. يعني ايه؟ الرابعه. تاني. مش غريبه قوي ان يكون فرح اخوكي فواز النهارده وما يعزمناش؟ يعني هي اول ولا اخر جوازه يا علي؟ ما انت عارف فواز ما بيحبش الهيصه، بيحب يخلص بدري بدري.
ايوه بس انا سمعت ان اهل العروسه عاملين فرح ومعازيم وليله يعني. اه ابويا قال لي، وقال لي كمان لو عاوزه تيجي تعالي، بس انا بقى اللي قلت له بلاش. طب بلاش ليه؟ مش عاوز اخسر انهار يا عادل، انهار برضو بنت عمي وحبيبتي وليها جمال كتيره في رقبتي. ما ينفعش بقى اروح اهيص في فرح واحده هتبقى درتها، عيب. اللي انا بقى مستغرب له اخوكي ورث ده الجواز الكتير ده من مين؟ هو طول عمره كده يحب الستات موت. انا فاكره واحنا صغيرين كان ليه مغامرات قد كده، بس الحمد لله بقى ربنا هداه وبعده عن اي حاجه حرام. من يوم ربنا ما اداله وهو كل ما يحس بحاجه ناحيه واحده يتجوزها على طول، وشرع ربنا. ايوه يا بنت، بس شرع ربنا ما قالناش يعني نتجوز عمال على بطال كده. ربنا ادى للرجاله رخصه الزواج من اربعه في ظروف معينه، مش اي كلام يعني. يعني مش اي واحد معاه قرشين يوم رايح يتجوز. نعم يا اخويا، يعني ان شاء الله. يعني انت لو جري في ايدك قرشين هتروح تتجوز عليا؟ انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه يا بنتي؟ اذا كنت بنتقد اخوك شخصيا. اه بحس. تعرف يا علي لو الشيطان لعب في نافوخك يوم انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اخويا، هتلاقي نفسك متكون في حفره متر في متر وعليها شويه تراب، وانا قاعده بالعيله والو العيله. يا ساتر، ده انت طلعت مفترية. خش يا سماح. العشاء جاهز يا قبل. طيب يا حبيبتي روحي اعملي لنا شاي على بال ما ناكل. حاضر. استنى يا سماح، اتعشيت ولا لسه؟ لا لما تتعشوا انتوا الاول. لا روحي اتعشي وبعدين بيعلقي على الشاي. حاضر. ايه يا علي؟ ايه؟ انت فاكرني هجوعها يعني؟ لا يعني بس مش عاوزين نشيل ذنبها، دي امانه في رقبتنا دلوقتي وهنتسيل عليهم الايام. ماشي يا اخويا، ربنا يقوي ايمانك. يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا بس بقول لك ايه، ما تتقلش في العشاء سيد الناس. وسع يا ست، وسع يا حاج، يا ألف نهار أبيض يا حاج، يا نيلة بيضا يا حاج. Thank you.
تركي بيتك يا عروسه. هو ده البيت؟ اه هو ده البيت. مالك مخدودك كده ليه؟ يا نهار ابيض، الافضل اللي في الدنيا دي يا دلال. ده بيت العيله، واللي جوه دول هيبقوا اهلك. ايوه بس اللي جوه دول برضه يبقوا اللي جوه دول اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا، وهيبقوا عزوتك انت كمان. ايوه بس هنفضل برضه في الاول وفي الاخر ضرايب. ما عندناش الكلام ده، مفيش عند فوز الصياد الجو ده، كلنا هنا عيله واحده، وهتشوفي بنفسك هيستقبلوك ازاي. مش هحكي، تعالي بص انت بسك. يلا احلى قفل طبعا. والله يا حياتي تعبت. اتفضلي يا عروسه بيتك ومطرحك. راح
اعيش معاهم ازاي دول في بيت واحد؟ ازاي؟ ازاي؟ لا 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 اوعي بقى نبوظ فرحتنا عشان شويه هزار. هو ايه ده الهزار؟ طبعا خدي بالك خدي بالك هما اللي موظفين لك الاوضه دي بذمتك. شفتي حنيه اكتر من كده؟ عرس صغنيه كانوا عاملين لي في الاوضه عمل. عمل ايه يا دلال؟ دي ناس تخاف ربنا. لا 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 ما عندناش الكلام ده. البيت اللي فيه قران ما يدخلوش الشيطان. انا مش عارفه ليه حاسه ان جسمي كله بيرتعش وحاسه ان انا متلجه. متلجه؟ دلوقتي التلج يدوب اول ما الحراره تسري والدم يجري والقلب يدوب 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 والروح تطير تطير توصل لسابع سما. شو لك خبرة؟ شفتي حاجة؟ احنا دلوقتي نقوم نصلي ركعتين ونقعد نقرا في المصحف شوية كده هتلاقي نفسك هديتي وصفيتي وبالك ارتاح ونرجع تاني تلاقي الروح طارت طارت في سابع سما. ايه ده؟ خلاص خليكي زي ما انتي وانا اللي هغير لك هدومك. فين هدومك؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي برضك هيغيروا هدومهم؟ استغفر الله العظيم. وقول لنا بلاش تصنط بقى حرام حرام. نبي تنيلي اسكتي وتكوكسي كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منكم انتوا الجوز عشان اعرف اسمع كلمه كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا يا انهار. دلوقتي هو كان بيغمز لك ليه؟ عشان تحط لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي ليه ليه يا فرحه خير في كده؟ تحط الحبايه في الكوبايه؟ لم روحك يا سميحه بدل ما اجيبك منشار. جرى يا انهار. هو انت يا اختي مش قادره على الحمار هتقدري على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا اللي بردعه قوي بردعه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. يا جماعه ارحمونا. كفايه كفايه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلال دلال دلوله مش قميص النوم ليه؟ دلال دلال الليلة السودة ليه؟ يا نهار يا سميحة يا هدى يا سميحة خش يا سميحة. البنت قطع النفس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي تكون شي ماتت. انا والله ولا فالك يا بنتي. يخرب بيتك بتسخني يا راجل. يا حاج مالك اعصابك بقت رهيفه خالص. ايه دي نايمه؟ ده منظر واحده نايمه؟ اكونش يا اخويا اديتها حبايه منومه بتاعتي بدل الحبايه اللي بالي بالك؟ اكونش اكونش في ليله زي دي يا نهار. وماله يا حاج؟ ما انا بكونش كل يوم وعايشه. انهار خلاص يا حاج خلاص. المسامح كريم تتعوض والايام جايه كتير. جاود زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يلا
فداكي يا اختي. بقول لك صباحيه مباركه، انت ايه في مشكله في السمع؟ لا لا لا، السمع تمام اهو اهو. صباح الخير يا اختي. صباح النور يا اختي. صباحيه مباركه عليكي يا عروسه يا حلوه. تعالي في حضني، انا معرفش راح حبيتي امبارح. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ حلوه. الا قولي لي يا اختي، هو الحاج لسه نايم؟ لسه نايم. حلو، فرصه علشان نتعرف. بس اوعي تكوني زعلانه مني من حركه امبارح، اصل احنا كل فتره لازم نعمل زار عشان نفك الكرب والهم يروح. انا اسمي انهار، انت مين؟ انا دلال، اسمي دلال. دلال يا اختي، اسمك حلو وطعمه وبيضه، ايه الروقان ده؟ شعري حرام عليكي، هيتقطع في ايدك. معلش يا حبيبتي، ما انا لازم اتاكد انه حقيقي، افتكرته تركيب بس حلو وناعم. وانت لما انت حلوه كده سبتي سرير جوزك وقمتي من جنبه بدري كده ليه؟ ابدا، اصلا انا صحيت من النوم يعني، فخفت اعمل دوشه في الاوضه وكده، فقلت اسيبه نايم براحته. حبيبتي حبيبتي حنينة، ايوه قلبك كبير يا اختي، اسم الله عليك يا اختي يا اختي على القمر. ايه ده؟ سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا هنية، شفتي عفريت؟ لا 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 لا، مش قصدي. ايه حتة الحلاوة دي؟ ايه القمصان الحمرا دي يا بنتي؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الغوايز دي؟ كل دي غوايز. هاتي حضني هاتي حضني هاتي حضني يا اختي يا اختي يا اختي. انتي بتعملي ايه؟ بره حبيكي يا هنية. تعالي يا اختي هاتك بالراحة شوية، البنت لسه عايزينها. اندهي على العيال، خليهم يجي يسلموا على طنط. يا عيال يا عيال، الحاج فواز تعالوا بوسوا طنط. عياله كل دول يا اختي، ده في نبوءك يا بنت، وقول الله اكبر. الله اكبر. يا ولاد خدوا طنط وفرجوها الجنينه، عايزاكم تبسطوها. فكي نفسك كده يا دلال مع العيال، وروحي ويجي معاهم كده يا اختي. ولا انت ما بتحبيش العيال؟ لا ازاي، هو في حد يكره العيال؟ دول نعمه حتى من عند ربنا، وبعدين يعني كفايه ان هم عيال الحاج فواز الصياد. خلاص يا عيال خدوا طنط. هناء الحاج مال قال انه مش جاي النهارده.
والراجل بتاع الدافينيه ومعاه واحد لبناني جوه مع استاذ زكي. ما انا عارف زكي اتصل بيا، انا بسال عن الحاج عيان عنده ايه، ده كان زي الفل امبارح في الفرح. اخصى عليك يا شحاته، مش كنت تقول لي اجي اتفرج؟ كان نفسي اشوف الحاج وهو عريس. يا سلام، احنا في ايه ولا في ايه يا ده؟ لما ادخل اشوف زكي ده عايز ايه؟ شحاته ارجع وقضيها لوك 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 لوك. نعم. هو انت ما صورتش الفرح على الموبايل؟ ده انا هصور قتيل في الشركه دي يا هناء، ده انت رخمه قوي. اشوف فيك يوم يا شحاته واشوف الحاج وهو عريس. احنا ان شاء الله نروح نبص على البضاعه اللي في المخازن الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا شحاته نشوف ايه الشغل اللي فيها ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعد كده ندي اوردر للمصنع بالشغل المطلوب. هي دي اوامر الحاج. اهم حاجه تبلغه سلامنا وتقول له الف سلام عليك يا حاج. وانا هون بمصر كام يوم، بتمنى الحق اشوفه ان شاء الله. هو بس ريح النهارده شويه ومن بكره ان شاء الله يبقى معانا. شحاته احنا ينفع نروح المخازن امتى؟ في اي وقت زي ما تحبوا، انا جاهز لو عايزين دلوقتي. يلا على خيره الله، يبقى نتكل وخير البر عاجل. ماشي الحق. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده يا حاج؟ ده ولا مبنى المحافظه. محافظه ايه ده؟ احسن من مبنى المحافظه والله. شايفه يا مدلل؟ شايفه يا محروس يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هي ده نال هتعيش هنا؟ اه طبعا. الله، ما هو ده بنت العيله وهي خلاص بقت واحده من العيله. اتفضل 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 يا حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلو قوي التغيير اللي انت عملته ده يا استاذ محروس. شوف انتوا بتسرقونا، احنا اللي حنقول يا حاج. ايوه ايوه. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كده، خيلتيني رجلين وبق. ايه يا هوانم يا هوانم يا هوانم جاردنسيتي؟ نعم. الحقوا اهلها وصلوا ومعاهم الحاج الكبير. اهلها دول فيهم رجاله؟ باين لي راجل واحد. يلا احنا بقى نقوم نستقبلهم. روحي دخليهم الصالون يا زينب، وانتوا تعالوا معايا. هنروح على فين يا نهار؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا. بسم الله، اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايف النجفه؟ اخر مره شفت نجفه زي دي كان في سيدنا الحسين. اي بس النجفه دي درعتها كلها مكسره وملحمه. بس برضه بسم الله ما شاء الله، قصر بحقه حقيقي. تعرف يا محروس يا اخويا، زي القصور اللي بتيجي في الافلام بالظبط. افلام ايه يا ام دلال والعياذ بالله؟ احنا لينا في الافلام. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا اخ محروس مالها الافلام؟ ما احنا طول عمرنا متربيين على الافلام دي. يا راجل يا مصر كان هيبقى لها طعم من غير الافلام. والله عندك حق يا حاج، فعلا مصر اكتسبت طعم من الافلام. احنا كان عندنا افلام عظيمه، الناصر صلاح الدين و واسلام. طبعا طبعا. رابعه العدويه في النص الثاني بس يا حاج. تمام. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الف مرحبا. الجماعه اهم نازلين، تحبوا تشربوا حاجه؟ اجيب لي شربات وهاتي حاجه حلوه بسرعه. يلا حاضر يا حاج. اما البنت وحشتني بشكل يا حاج. وحشتك ايه بس يا ست مدلال؟ لسه سايباك امبارح. اهي الليله دي عندنا يا حاج بمقام سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مين دول يا حاج؟ دول معرفهمش، بس يمكن والله اعلم يكونوا جماعه الحاج. انا عاوز اشوف بنتي. استنى استنى يا ام دلال، لما نتعرف بالعيله ونتبارك بيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. الرمية انهار، سلمي على الست ام دلال.
أنا مش أنهار يا حاج، أنا سميحة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا وألف مبروك وتبارك الله ما شاء الله. طيب قربي أنت يا أنهار سلمي على ست مدلة. أنا مش أنهار يا بالحاج، أنا هدى. أهلا وسهلا أهلا وسهلا وألف مبروك وربنا يهدي. بتهيألي كده يا حاج ما بدهاش إن فضلة دي تبقى الست أنهار اللي أنت بتدور عليها. أنا مش أنهار يا حاج، أنا أنهار. كل سنة وأنتوا طيبين. وأنت طيبة يا ست، اللي فيكوا أنهار ربنا يسترها معاكوا جميعا. تطلع الفواز ابني. أنا عايزة أشوف بنتي. عاوزة تشوفي يا ستي؟ عاوزة أشوف بنتي يا حاج. أكيد كلوها. بس والله والله بسمح لهم يحصل الكلام ده.